مولد القوس راح تتغير مواقع الكواكب مع بداية هذا الشهر الشمسي مع انتقال الشمس لا مواجهة مع برجك من برج الحوت. هالأمر بيأثر على أوضاعك ومسارك، بيعكر لك أجواءك شوي وبيعقد الأمور، لكن بالرغم من هالأجواء الضبابية والعاصفة راح تنعم مع بداية هالأسبوع بوجود القمر ببرج الجدي نهار السبت ببيت المال، وبتكون تأثيراته مسلطة على الأمور المالية من دفع ديون، مستحقات، فواتير وخدمات. أجواء منا سلبية لكن انتبه شوي من المصاريف. بيتابع الحظ طريقه وانتقال القمر لبرج الدلو الاحد والتنين يومين حلوين بخلوك تستوعب بدقه ووعي انت انسان نشيط مبدع، ما بتنقصك لا سرعه الخاطر ولا سرعه البديهه. ايام جيده بتلون بألف لون، خيارات مميزه، صدف ومفاجات واتصالات غنيه بتخليك تعيد ترتيب اوضاعك المدرسيه والجامعيه وكل شيء بتعلق بأوراق السفر والهجره. رح تفرح لتعاطف وتأييد، لكن رح تتبدل الظروف مع انتقال القمر الجديد لبرج الحوت 3 والأربعة. بتبلش القرارات والخطوات تتفركش، يعني في اشياء امور عائليه بتتخربط تتدخل مع الامور الماليه او المهنيه، مطلوب منك انك تعدل بمشاريعك. لكن رح تتبدل الاوضاع الفلكيه نهار الخميس والجمعه مع انتقال القمر للحمل لينضم للزهره والمشتري، وبيعلنوا عن بدايه دوره فلكيه ناريه جديده، بدايه لقرارات مهمه، خطوات ناجحه بتحدد مصيرك. حاول انك توظف هالطاقات الحلوه بطريقه جيده، كمان بقدم لك زخم وطاقه اضافيه مهمه وخلاقه مبدعه وحلوه، طاقه فعاله وقدره على استغلال الامور لانهاء الكثير من الامور الصعبه. عاطفيا رح تنعم بوضع فلكي اكثر من ممتاز، حلو، دافي، رومانسي. بيتحدث كوكب الحب من برج الحمل الناري صديق عن شيء جديد بحياتك العاطفيه والشخصيه، بتكون محاوط بالاحبه وبتعيش اجواء مختلفه ومسليه جدا مع الشريك والاولاد. اما العازب عنده اسبوع بشجعه على التعارف وبيسمح له بالاختلاط بوجوه جديده وجذابه.